الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإكمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أرسله ربه إلى الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد على ما يسرت علينا من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، فيه تخويف وتهديد ووعيد.
اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا يا ربنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويرجوه حق تلاوته. اجعلنا يا ربنا بتلاوة كتابك منتفعين ولرهيب خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولدواره حائزين. ولك في جميع شهورنا ذاكرين وفي جميع أمورنا راجعين. اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الخلل واسبق علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به يا ربنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها ونحن في صحة وعافية وخير وحالة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير امرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مر ولا فاضح يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسالك الغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من المقبولين الفائزين برضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا بالمحسنين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم يا ربنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس حتى يقوموا في بطون الالحان مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين ولعلو درجاتك سابقين. اللهم أنقذهم من ضيق
تلك اللحود ومراتع الجود إلى جنات الخلود في سدر محضور وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنان وحدنا. اللهم ارحمنا إذا لم يصرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. اللهم ارحمنا إذا ما أغلق الأبواب وانقطع عن الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا دعوناك فاستجب يا رب دعانا. اللهم لا تردنا عن باب جودك بعد الدعاء الغافلين. اللهم افتح لنا أبواب سمائك وأجرنا يا ربنا من عظيم بلائك وسخر لنا الطيبين من عبادك. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان وشكرا يزيدنا في الإحسان وصحة وعافية في الأبدان ودولة صادقة تدخلنا بها الجنان. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا بالإيمان. يا أمان الخائفين وجار المستجيرين أمن خوفنا والخذ كسرنا يا الله. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام والإيمان حتى نلقاك عليه يا الله. يا الله رب المشارق والمغارب افتح بيننا بالحق يا الله. يا مجدد الليل والنهار جدد الإيمان في قلوبنا يا الله. اغفر ذنوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله تقبل دعاءنا يا إلا بذنب مغفور يا الله وسعي مشكور يا الله وعمل متقبل مبرور يا الله. وبعدت من نيرانك يا الله وبعدت من نيرانك يا الله والفوز بالجنة يا الله. اجعلنا من المقبولين يا الله. إلهنا سيدنا ومولانا آتنا يا ربنا من الصلاح ما تستقيم به أمورنا وآتنا من خشيتنا ما تصلح به أحوالنا وآتنا يا ربنا من نورك ما تنير به قلوبنا وآتنا يا ربنا من سترك ما تخفي به عيوبنا. يا الله انظر إلينا يا فإنك بنا راحم يا الله. يا الله دعوناك فلا تردنا عن باب جودك بعد الدعاء قائلين يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك يا ربنا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع والرضا بعد القضاء والرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الممات وبرد العيش بعد الممات ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك واجعلنا من أهل مرضاتك. يا كريم يا ودود يا رحيم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
وحدتنا وارحم غربتنا ويملي كتابنا وحرم حسابنا ولين ترابنا وأمهلنا يا ربنا حسن الجوار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ربنا من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وعافية وحالة سعيدة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل من يتألم من وجع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بعفوك وجودك وإحسانك، ولا تعاملنا بعدلك وإحسانك. اللهم عاملنا بعفوك وجودك وإحسانك، ولا تعاملنا بعدلك وميزانك. اللهم هب لنا، اللهم هب لنا من النعم كلها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا، اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير تنزله أو بر تنشره أو بلاء ترفعه أو رزق تبسطه برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انكر لنا ولا تنكر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، انصرنا يا ربنا على من مضى علينا. اللهم سدد ألسنتنا وثبت حجتنا واسلك سقيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تعاطف الليل والنهار، وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Hello.